الصف الرابع الابتدائي، المادة لغتي الجميلة، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس، مدخل الوحدة السادسة، عالم الطيور والحشرات. المعلم المعد والمقدم صالح بن راشد الهويش. بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ إن شاء الله بداية من هذا الدرس في الوحدة السادسة. عنوان هذه الوحدة عالم الطيور والحشرات، ونبدأ متوكلين على الله. عالم الطيور والحشرات، هذا عنوان الوحدة السادسة من كتابك أيها الطالب النجيب، كتاب الصف الرابع. أولا أريد منك أيها الطالب الكريم أن تتأمل صور الطيور والحشرات، أريدك أن تقرأ صور الطيور، أن تقرأ أسماء الطيور والحشرات قراءة صحيحة. سأبدأ الآن بعرض بعضا من الصور، أريدك أن تتعرف عليها وأن تقرأها. هذه الصورة، ما اسم هذا الطائر؟ أريدك أن تقوم بنطق اسمه نطقا صحيحا. الصقر، الديك الرومي، هذا هو الديك الرومي. النعامة، النعامة. العصفور، البطريق. طبعا يعد هذا من الطيور وإن كان لا يستطيع الطيران إلا أن له جناحين. الغراب، البطة، أحسنت، الفراشة، نعم نعم، الببغاء، أحسنت، الجرادة، العنكبوت، دودة القز، وهي دودة مهمة اقتصاديا جدا لأنها يتم فيها تساهم في صناعة أقمشة الحرير كما تعلم. شرائق دودة القز. طيب الآن أقرأ كل وصف ثم أكتب اسم الطائر أو الحشرة أمام الوصف الذي يدل عليه. أريدك أيها الطالب النجيب أن تفتح كتابك ثم تستمر في التركيز معي جيدا. الوصف الأول يقول: طائر صغير لونه بهيج، قفزاته بين الغصون لطيفة، يصحو مبكرا، له زقزقة خفيفة. هل تستطيع معرفة هذا الطائر؟ نعم، موجود في الصورة عندك. إذن هو إيش؟ هو العصفور، أحسنت. الوصف الثاني: حشرة ضارة تأكل الزروع بشراهة، هل تعرف هذه الحشرة ما هي؟ نعم، في الصورة واضحة، أحسنت، نعم إنها الجرادة. انظر للوصف الثالث، يقول: من الطيور الداجنة، منظرها جميل، وهي ماشية تهتز، تعوم في الماء كأنها قارب صغير، ترفرف بجناحيها وهي تعوم، صوته فيه بحة لطيفة. هل تعرف هذا الطائر ما اسمه؟ نعم، أحسنت، إنه البط، أحسنت. الوصف الآخر يقول: حشرة نسجت خيوطها على غار ثور، أو حشرة نسجت خيوطها على غار ثور عندما اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الحشرة؟ هل تستطيع معرفتها؟ نعم، أحسنت، إنه العنكبوت. نأتي الآن للوصف الآخر، يقول: أكبر الطيور المنزلية، وجيه في طلعته، جميل بريشه، يمشي معجبا بنفسه، ينتفش ريشه ويحمر وجهه ورقبته، يكركر صوته كركرة متوالية. هل تعرف ما هو هذا الطير؟ نعم، إنه الديك الرومي، أحسنت. الوصف الآخر يقول: طائر جميل ومحبوب، فيه بهجة وتسلية للإنسان، يردد بصوته كل كلام يسمعه من غير فهم. هل تعرف ما هو الطائر؟ انظر إلى الصورة، واضح، نعم، أحسنت، إنه طائر الببغاء. الآن أتي الوصف الآخر، يقول: طائر خطاف، صوته نعيب، يقول غاق غاق، ولونه أسود، يتغذى على الحشرات.
هل تستطيع معرفة هذا الطائر؟ نعم أحسنت، إنه طائر الغراب. نأتي الآن للوصف الآخر، يقول طائر لكنه لا يطير، له ريش ويبيض، ويستخدم جناحيه ليسبح في المياه الباردة. هذا الطائر لا يعيش إلا في المناطق الباردة جدا التي فيها الجليد. هل تستطيع معرفته؟ انظر إلى الصورة. نعم أحسنت، إنه البطريق. إنه البطريق. نأتي الآن إلى هذا الوصف، يقول أنه من الجوارح، طائر من الجوارح، والجوارح تأكل الحيوانات الأخرى، له منقار حاد ومخالب طويلة وقوية. هل عرفت هذا الطائر ما هو؟ نعم إنه الصقر. أحسنت. يقول حشرة نافعة تتغذى بورق التوت وتنتج خيوط الحرير كما ذكرت لك قبل قليل، وهي نعم فعلا هي دودة القز. التمرين هذا يقول أنطق أسماء الكائنات الموجودة في الصور، ثم أكتب اسم كل منها في المكان المخصص. أريدك الآن أن تركز على الصورة. نعم هذه صورة ماذا؟ فكر قليلا، تعرفه وتراه دائما. أحسنت، الديك. نعم هذا هو الديك. هذه الصورة ترمز لمن من الحيوانات أو من الحشرات؟ نراه كثيرا في البيوت. نعم النملة. هذه الطائر أو هذه الحشرة ماذا نسميها؟ الحشرة الطائرة هذه ماذا نسميها؟ نعم أحسنت، الذباب. انظر لهذه الحشرة الطائرة أيضا، ما هي؟ وهي حشرة مباركة تنتج لنا العسل. نعم نسميها النحلة، أو اسمها النحلة. هذا الطائر ما هو؟ انظر لريشه الجميل ووجهه البهي في طلعته، ما هو هذا الطائر؟ أحسنت، إنه الطاووس. الآن يريدك أن تصف كل طير أو حشرة في جملة، كذلك يطلب منك أن تضع نقطة في آخر كل جملة. الآن سيأتينا بعض الطيور أو الطيور التي سبق أن تعرفنا عليها قبل قليل، التي هي الديك والنحلة والنملة والطاووس. سنقوم بكتابة جمل عنها، جمل عنها. مثلا الجملة الأولى، نعم في هذا الفراغ أريدك أن تسجل معي. الجملة الأولى كانت عن الطاووس، أقول الطاووس طائر لونه بديع. الطاووس طائر لونه بديع. اكتب هذه الجملة. وضعنا أيضا نقطة. انظر الجملة الثانية، يقول الديك طائر صوته قوي. كما تعرف صوت الديك دائما قوي. الديك طائر صوته قوي. انظر للجملة الثالثة، النملة حشرة صغيرة الحجم كثيرة العمل. أنت تعلم أيها الطالب النجيب أن النملة دائما في عمل دؤوب، فهي تبني بيوتها داخل التربة، وكذلك تقوم في عملية جمع الطعام في الصيف حتى إذا قل في الشتاء، فإذا هي لديها ما يكفيها من الأكل والمؤونة. فالنملة هذه حشرة صغيرة الحجم لكنها كثيرة العمل، تعمل كثيرا، تبني بيتها، توفر لها الطعام لها، وهي تعمل بنظام الجماعي، تعمل بالنظام الجماعي، كل منهم يعمل، فلا تجد أي نملة لا تعمل. النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها. النملة هذه سبحان الله نملة مباركة، يخرج منها العسل الذي نتغذى عليه وفيه فوائد كثيرة، وهو عسل فيه شفاء للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذا النحلة هذه من الحشرات المهمة والجميلة للإنسان وفيها فوائد كثيرة. فنقول النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها.
الجملة الخامسة والأخيرة، يحب الذباب الأماكن القذرة. يحب الذباب الأماكن القذرة، وهي من حشرات الطائرة أيضا، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم عندما تحدى الله المشركين أن يخلقوا لو ذبابة واحدة صغيرة. إذا هذه هي الآن الجمل التي عندي الآن، وأريدك أن تسجلها في المكان المخصص عندك أيها الطالب النجيب في الكتاب. الجملة الأولى: الطاووس طائر ألوانه بديعة. الطاووس طائر ألوانه بديعة. الثاني: الديك طائر صوته قوي. الديك طائر صوته قوي. الجملة الثالثة: النملة حشرة صغيرة الحجم كثيرة العمل. النملة حشرة صغيرة الحجم كثيرة العمل. الجملة الرابعة: النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها. النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها. الجملة الخامسة: يحب الذباب الأماكن القذرة. يحب الذباب الأماكن القذرة. أريدك أن تكتب هذه الجمل في الكتاب أو في المكان المخصص من كتاب الطالب. نأتي الآن إلى الخلاصة. قلنا أننا سنبدأ في الوحدة السادسة بعنوان جديد، وهو عالم الطيور والحشرات. عالم الطيور والحشرات، سنتعرف في هذه الوحدة على عدد من الطيور، على عدد من الحشرات، على بعض فوائدها، على بعض فوائدها، على بعض مضارها. نتعرف على الطيور التي تفيد الإنسان، ونتعرف على الطيور التي تضر بالإنسان. كذلك نتعرف على الحشرات أيضا التي فيها فائدة للإنسان، وكذلك الحشرات التي فيها ضرر على الإنسان. هذه سبحان الله، هذه مخلوقات حية تجعلك أيها الطالب تتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. كنا تكلمنا في هذه أو في هذا الدرس عن تعرفنا على بعض الطيور وبعض الحشرات من خلال الصور، عندما عرضنا لك مجموعة من الصور التي تعرفنا عليها، كمثلا كالببغاء، كالصقر، كمثلا دودة القز التي قلنا أنها تقوم بنسج الحرير، وكذلك شرائق دودة القز، وكذلك أخذنا مثلا الديك الرومي، وبعض الصور التي تعرفنا منها على بعض الطيور وكذلك بعض الحشرات من خلال الصور. بعد ذلك أخذنا وصف للطيور، مثلا كالغراب، مثلا بأن قلنا أنه طائر دائما ما يكون صوته غاق غاق، وهو طائر يأكل الحشرات، وطائر لونه أسود وكذا. فكنا نقوم بوصف بعض الطيور وبعض الحشرات ونضعها في جمل مفيدة. لما وصفنا هذه الطيور، قمنا بعد ذلك بكتابة بعض الجمل، مثل ما كتبنا بأن الديك صوته مرتفع. كتبنا أن الديك صوته مرتفع. هذا الآن الدرس الأول تعرفنا فيه على الطيور والحشرات من خلال الصور. أيضا قمنا بوصف الطيور والحشرات في جمل مفيدة. فالآن هل تستطيع لو عرض لك أي صورة عن أي حيوان أن تضعه في جملة؟ أتمنى ذلك. نحن أعطيناك نموذج أو 5 نماذج لبعض الطيور والحشرات، وقمنا بوضعها في جمل. أتمنى منك أن تكون قد استمتعت في هذا الدرس.